إخوتي الطلبة، أهلاً وسهلاً بكم في الدرس الثاني من دروس مادة اللغة العربية في الكتاب الأول المطالعة والقواعد والعروض والتعبير. هذا الكتاب الخاص بالمسار المهني. نحن لازلنا وإياكم في سورة يوسف الدرس الأول. في الدرس الأول من هذه الدروس المسجلة أجبنا الإجابات النموذجية للدرس الأول كاملة، وتعرضنا حتى الآية العاشرة، وقفنا عند الآية التاسعة في مسألة الإعراب. وبصراحة هذا الدرس مخصص بشكل أكثر مركز للفرع الأدبي في الدرجة الأولى بالترتيب، والفرع العلمي في الدرجة الثانية، ثم الفرع التجاري في الدرجة الثالثة. وهو درس هام للغاية، لأن ليس كل معلم أو كل معلمة يقوم بهذا الشرح المعمق لهذه الآيات. من ضمن هذا الشرح، وهو الخاص فقط في الإعراب، ممكن يجي يستخرج جملة فعلية، يستخرج فعل مضارع مرفوع منصوب، يستخرج ناسخ معين. فالطلبة في مسألة الاستخراج ومسألة الإعراب غالبا يعني ما يتوقفون كثيرا، خاصة للذين يبحثون على علامات فارقة ويريدون التفوق والنجاح، وأولئك أيضا الذين يعني لا يهون عليهم أن يكون معدلهم متدنيا نوعا ما. تعالوا نشرح، نعرب، نقوم بإعراب الآيات وما يهم الطالب. وكل ما أركز عليه هو فقط مثار لأسئلة تأتي في الثانوي العام، يعني أنا ما بتعرض لشغلات بلاغية ممكن ما تيجي وأتفلسف فيها عليكم ويكون تعبي وتعبكم فيها على الفاضي فقط. وأنا هنا أبعث بتحدي أنه يا جماعة إذا ما جاش من الكلام اللي بشرحه في القواعد بنتواجه بعد امتحان التوجيه الإنجاز 2019، وإذا أجا ما تلوموا إلا نفسكم. هذا ما لدي، ودعوني أبدأ من الآية رقم 10. الآية رقم 10: قال قائل، بسم الله الرحمن الرحيم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بدنا كلمة قائل يا جماعة منحط تحت خط. قائل نوعها من المشتقات إيش هي؟ اسم فاعل. فإذا قال سؤال استخرج اسم فاعل من فعل ثلاثي، بنعطيه كلمة إيش؟ قائل في هذه الآية. ديروا بالكم هذه الكلمة فيها قلب، درس القلب، الإعلال بالقلب وبالحذف، ديروا بالكم. فما القلب الموجود في كلمة قائل؟ قائل أصلها قايل باللغة العامية، كايل. فالياء قلبت إلى همزة بعد ألف لام الفاعل، فبالتالي هنا جاءت عين الكلمة أو قلبت عين الكلمة اللي هي قايل إلى همزة، لأنها جاءت بعد ألف اسم الفاعل. إذن قائل اسم فاعل وفيها قلب، قلبت الياء إلى همزة. الفعل ألقوه منحط تحت خط. ألقوه فعل مهم جدا يا جماعة، وأسئلة يعني من كعدست. ألقوه فيها إعلال بالحذف، إذا كان استخرج إعلال بالحذف أو بين شو الإعلال الوارد في كلمة ألقوه، شوفوا شو فيها. ألقوه أصلها ألقيوه فيا، ألقيو يعني. فاستثقلت الضمة على الياء، الياء ما بنحط فوق ضم، ألقيو زي ما أنا بلفظها، فتم تسكينها ونقلت الحركة إلى القاف، وهذا اسمه إعلال بالتسكين، بالتسكين. طيب، ثم حذفت الياء اللي أنا بحكي عنها لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة اللي بعدها. صار في عندي حرفين ساكنات منعا لالتقاء الساكنين، شو صار عندي؟ حذفت الياء فصارت ألقوه بعيد، إذن أصلها ألقيوه، تمام. استثقلت الضم على الياء فتم تسكينها ونقلت الحركة اللي هي الضم وحطوها وين؟ على القاف، فهذا إعلال بالتسكين. ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة فصار لدينا إعلال بالحذف. إذن الكلمة جماعة فيها إعلال بالتسكين وإعلال بالحذف، فكرتوا فيها منيح؟ وهذا الدرس موجود عندكم لقدام، بمر عليكم درس الإعلال والإبدال جاهز. إذن في عندنا فيها إعلال بالتسكين وإعلال بالحذف. نضع خط تحت كلمة السيارة. السيارة اسم مبالغة على وزن فعال أو على وزن فعالة، فإذا كان قال أو أجى سؤال استخرج اسم
اسم مبالغة، فاسم مبالغة هو السيارة. إن كنتم فاعلين، أيضا فاعلين اسم فاعل من الفعل الثلاثي وهي جمع فاعل، وزنها على لفظها فاعلين، وزنها أيضا إيش؟ فاعلين. هذا في الآية رقم 10. آية رقم 11: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا يا أبانا، أبانا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف، تنسوش أبو من الأسماء الخمسة، بتصير أبو وأبي وأبا، صحيح؟ فبالتالي هنا أبانا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف والناء مضاف إليه. ما لك، ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، لك جار مجرور، لا في لا تأمنا، لا نافي، تأمنا انتبهوا لها أصلها تأمننا، النون شوفي عليها في القرآن أو في الآية كمان انتبهوا عليها شدة، لو أجينا فكينا الشدة إذا أصلها تأمننا، فهو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على النون المضغمة لما إحنا فكناها. أخرى مرة تأمننا، بس الآية شي هي تأمنا، ما لك لا تأمنا، فمنقدرش نقول فعل مضارع مرفوع وعليه فتحة، فمنقول فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على النون المضغمة. مجبورين تعرفوا يا أدبي، وليش أنتوا رحتوا أدبي؟ وليش على 150 علامي؟ وأنتوا أيضا كذلك الفرع العلمي مالنا، مش من الأوائل الطلبة ورايحين علمي مشان تجيبوا علامة عالية، سجلوها عندكم. إذا إنا مفعول به لا تأمنا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وجملة لا تأمنا يا جماعة في محل نصب حال من ضمير الخطاب. إذا نستخرج جملة حال لا تأمنا. نكمل الآية. وإن حرف مصدري ونصب، إنا هنا ضمير متصل في محل نصب اسم إنا، يعني إنا مع اسمها موجودة. له لناصحون، ناصحون نروح نطول خبر إنا زي ما طولنا اسم إنا، فبالتالي ناصحون خبر إنا مرفوع وعلامة رفعه الواو، مش جمع مذكر سالم. اللام في لناصحون لام مزحلقة لا تعمل، فبالتالي إذا قال كذلك استخرج لام، أو شو نوع اللام في ناصحون؟ هي لام مزحلقة. وإن له لناصحون أيضا جملة حال من يوسف أو من ضمير المفعول في تأمنا، ففي عنا يعني في هذه الآية الكثير مما يمكن أن يكون مثار لوضع أسئلة. هذه آية رقم 11، ننتقل إلى آية رقم 12. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ليحزنني، ديروا بالكم اللام هاب شكلها للتوكيد مشان كبلها إن، بس بزبطش تبكى إني تفيد توكيد واللام تفيد توكيد، فاللام هان مزحلقة تمام لا تعمل. فليحزنني هان بتصير لا مزحلقة ما 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 بتعمل، فبالتالي بدكم تنتبهوا أن تذهبوا، في عنا مصدر مؤول من أن والفعل المصدر المؤول في محل رفع فاعل، فإذا قال في سؤال استخرج مصدر مؤول في محل رفع فاعل أو أعرب المصدر المؤول في كلمة أن تذهبوا فهي في محل رفع فاعل. وأخاف أن يأكله الذئب، هنا جماعة فيها تقديم وتأخير في الفاعل والمفعول به، مين اللي بده يأكل أو يأكل؟ الذئب، إذن الذئب ماله؟ فاعل مؤخر. ويأكله اله تعود على سيدنا يوسف اللي بده يتاكل، فهو ماله؟ مفعول به في المعنى، يأكله الذئب. فإحنا الطلاب فاش بتخربطوا يا جماعة، مباشرة يأكله فعل واله فاعل والذئب مفعول به، مستحيل هذا الكلام، هو سيدنا يوسف بده يأكل الذئب ولا العكس؟ فانتبهوا هون في التقديم والتأخير. فإذا كان استخرج من الآيات استخرج مفعول به مقدم إلها في يأكله، أو استخرج فاعل مؤخر الذئب في جملة أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، جملة حال أنتم مبتدأ وغافلون خبرها، والجملة الإسمية في محل نصب حال. الآية يعني نظلنا واقفين عندها، الآية رقم 13 اللي احنا بنحكي عنها. نأتي إلى الآية التي تليها. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بتهيألي نسيت نقطة أحكي لكم إياها.
نعم، الآية اللي قبلها أرسله معنا، إحنا فشكنا عنها، مش يعني أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. بالله عليكم انتبهوا منيح، أرسله، أرسل فعل ماله، فعل أمر، وبالتالي اللام مسكنة، فعل أمر مبني على السكون، يحمل معنى الدعاء، يعني يا ريت إنك تودي لنا إياه. فإذا كان استخرج فعل يحمل معنى الدعاء أرسله، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، أرسله غدا، يعني غدا هذا ظرف زمان منصوبي، يرتع عليها طلع عليه سكون، فهو فعل مضارع ماله مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب. إذا بترسله بيرتع وبيبسط وبأخذ راحته، وإذا ما ودهوش ما فيش فيها طلب. وبالتالي انتبهوا، يرتع فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب. فممكن يجي سؤال يستخرج فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب، بتحط له يرتع. ويلعب فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على إيش؟ على مجزوم. وإن له لحافظون إعرابها زي وإن له لناصحون إلا عربناها قبل قليل، ما بدنا نرجع نعربها، وهي الجملة في محل نصب حال من ضمير المتكلم، أو من ضمير المتكلم معنا، أو من ضمير الغائب في أرسله، يعني هي في محل نصب حال. هذه الآية اللي إحنا يعني تجاوزنا عنها أو فشكنا عنها. بنرجع للآية رقم 14 اللي بتبدأ من عند قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب، فهذه الآية قالوا لئن، بدنا نشوف شو في عنا في كلمة لئن، ممكن إنها تكون في عنا أمور واضحة حتى يعني تكون من ضمن الأسئلة اللي ممكن تيجي في امتحان الثانوي العام التوجيهي. اللام لئن، اللام لام موطئة للقسم، يعني ممهدة للقسم، يعني والله لو، هاي معنى موطئة، يعني والله لو إنك توديه معنا. فلئن اللام موطئة للقسم، إن حرف شرط جازم، لئن أكله، أكله فعل ماضي، هذه صعب الجملة أو الفعل، فعل ماضي مبني في محل جزم، ما هو بزبطش يقول فعل ماضي مجزوم، فعل ماضي مبني في محل جزم. توجيهي، استخرج فعل ماضي مبني في محل جزم، بتحطه لئن أكله الذئب، ولئن أكله الذئب ونحن، طبعا سبق إعرابها إلها مفعول به والذئب فاعل، ونحن عصبة، الواو والحال، نحن مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، عصبة خبر، والجملة الإسمية في محل نصب حال. إن إذن لخاسرون، بعطيكم فيها في البلاغة مجاز، هي مجاز علاقة السببية، لأنه ضعاف، معقول أن نكون ضعاف، فإذا قال استخرج مجاز مرسل أو مجاز علاقته له علاقة، له مجاز علاقته السببية. هذا في الآية رقم 14. نعود إلى الآية رقم 15. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الفاء عاطفي حسب ما قبلها عاطفي، لما ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط في محل نصب، يعني بزبط تقول في محل نصب ظرف، بزبط. طبعا وين ظرف ايش؟ ظرف زمان، يعني في الوقت اللي بدك انت تودي معنى. فلما، لا اذا لما كنا في محل نصب ظرف، ذهبوا الفعل والفاعل تبعوا الواو، أجمعوا إعرابها مثل أذهبوا فعل أفاعل، أن يجعلوه، يجعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأنه أصله أن يجعلونه، أن يجعلونه، يجعلون أصل الفعل، بس شو قال؟ أن يجعلوه، إذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل ناصب مفعول به، في غيابة الجب جار ومجرور وهي مضافة الجب مضاف إليه. المصدر المؤول أن يجعلوه في محل جر، يعني مجرور في محل جر بحذف حرف جر، يعني لازم يقول أو وكأن الآية بتقول وأجمعوا على أن،
على أن، على مش موجودة محذوفة، فالمصدر المؤول أن يجمعوه في محل جر بحرف جر محذوف. أوحينا فعل ماضي مبني على السكون، أوحينانا إحنا، إنها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إليه جار مجرور، وأوحينا ديروا بالكم إليه، لتنبئنهم، بتحطوا له تحتها خط، لتنبئنهم اللام لام القسم، استخرج لام قسم، هذه لام القسم، تنبئن فعل مضارع مش مرفوع مبني، وهنا سؤال توجيهي حطوه، استخرج فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع. يلا منيتكم تدبروا حالكم، مندبركم يا جماعة. إذا تنبئ فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع. ليه في محل رفع؟ لأنه الفعل مضارع مرفوع. كيف أنت جاي تقول هسه فعل مضارع مبني؟ ما هو مرفوع. إذا بالتالي الفعل المضارع مبني على الفتح في محل رفع. النون هذه نون التوكيد، وهم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. لتنبئ من أن تنبئ أنهم بأمرهم هذا، حطوا لي خط تحت هذا، هذا نكسبها نصين، ها خليها نقطتين حرف تنبيه، وذا لحالها اسم إشارة مبني في محل جر بدل من أمر، بدناش نعقدها عليكم. فهذه هي المسألة بهذه البساطة، هذا ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبني في محل جر بدل من أمر، يعني منين من أمر؟ من أمرهم، تمام، بدل منهم. الواو والحال وهم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ لا نافية، ويشعرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والجملة الفعلية يشعرون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع خبر، المبتدأ هم، مش كلنا هم مبتدأ، بدها خبر، وينها الجملة الفعلية؟ يشعرون. والجملة الإسمية وهم يشعرون في محل نصب حال، انتبهوا لها منيح. هذه كل ما لدينا في آية رقم 15. نذهب إلى الآية رقم 16، وهي أقصر آية أنا بشوفها في عدد الكلمات، وهي وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، الواو واو استئناف، استئنافي، جاءوا فعل ماضي والواو فاعل، أباهم مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمس وهو مضاف وهو مضاف إليه، عشاء ظرف زمان منصوب علامة نصبه تنوين الفتح، يبكون، يبكون حال، بس اوعوا تقولوا حال، بتاخذوا نص علامة، مشان تاخذوا العلامة كاملة بدكم تقولوا يبكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، والجملة، الجملة الفعلية يبكون في محل نصب حال. هذا ما لدينا في الآية رقم 16. آية رقم 17، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بسرعة، قالوا يا أبانا، يا أبانا مرة جماعة أعربنا عليها في آية رقم 11، ارجعوا لها، بدناش نرد نعيدها مشان الوقت والدرس يكون قصير. إيش ممكن يكون في عنا إشي صعب في هذه الآية؟ تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، سبق إعرابها، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بنيجي هذا مهم جدا، ما أنت بمؤمن لنا، هان الخط وهان مثار الأسئلة، ما هذا جماعة نافي تعمل عمل ليس، فإذا قال استخرج نواسخ تعمل عمل ليس، ما تعمل عمل ليس، أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع اسم ما، يعني اسم ليس. الباء حرف جر زائد لا يعمل، يعني اللي بعدها مش اسم مجرور، يعني وكأنها مش موجودة، يعني وكأن الآية وما أنت مؤمن، يعني أنت مش مؤمن الله. فبالتالي نعود، إذن أنت كما ذكرنا في محل رافع اسم ما أو اسم ليس، والباء حرف جر زائد، ومؤمن اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. حطوا سؤال عندكم، استخرج اسم مجرور لفظا منصوب محلا، هيو شو إعرابه؟ خبر ما. هذه الجملة يعني
ممكن لو أنا كل اللي بحط سؤال بحط هاي الجملة، بحط منها فيكم الشر. ولو كنا صادقين، ولا كيف الناس بتجيب علامات وبتجيب ميات يا جماعة؟ لو حرف شرط غير جازم ما إله علاقة، ذكر استخرج حرف شرط غير جازم بيكون لو كنا صادقين، كنا اللي هو من أخوات كان، إنا في محل رفع اسم كان، وصادقين خبر كنا منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. ذهبنا إيش؟ نستبق. جملة نستبق في محل نصب حال من الفاعل ذهبنا. كيف ذهبنا؟ ذهبنا نستبق. نستبق لحالها يا جماعة هذه بعد أن نعرفها فعل مضارع، إذن هي جملة حال. وأعانكم الله. الآية 18، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصب أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل هي اللي ممكن يجي منها السؤال القواعد يا جماعة، لأنه فيها عملية حذف، فيها إشي محذوف، مبتدأ محذوف، فيها مبتدأ محذوف. حابب نبدا الآية من الأول، ولكن يعني شايف إنه ما يعني مش صعب كثير عليكم يا طلابنا الأحبة، فسأبدأ من الآية اللي ذكرتها أو الكلمة اللي بدنا نحط تحتها أو الجملة اللي بدنا نحط تحتها خط، وهي جملة كما ذكرنا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره صبري، يعني صبري صبر جميل. صبر الأولى محذوفة، إذا صبر الثاني خبر لمبتدأ محذوف الأولاني. أخرى مرة، شو الآية؟ فصبر جميل، أصلها فصبري مبتدأ مش موجود، صبر خبر لمبتدأ محذوف اللي هي صبري. جميل إذا شو بدها تصفى؟ هذه صفة إلها ولا لا؟ بدها تصفي نعت إلها. إذا فبالتالي يا جماعة نعت جميل، نعت لكلمة صبر مرفوعة، والله المستعان، الله لفظ الجلالة في محل رفع مبتدأ، والمستعان خبر، يعني الله المستعان مبتدأ وخبر. على ما تصفون طبعا على حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر، اسم موصول مبني لحاله في محل جر، يعني استخرج اسم موصول في محل جر وهو كلمة ما. تصفون فعل مضارع، الفعل